مرحبا بالجميع. نشرع اليوم في رحلة رائعة عبر جبال الأنديز، وهي رحلة ستأخذنا لاستكشاف واحدة من أقدم لغات أمريكا الجنوبية وأكثرها ثراء بالتاريخ، الكشوة أو الكشوة إذا كنت تفضل ذلك. مرحبا، أنا كونستانتينو دي ميغيل، وأرحب بكم ترحيبا حارا في حلقة جديدة من قناة برايم جروب. أين أسيمي أو لغة الناس، كويتشوا هي لغة مشتركة تمر عبر الثقافات والتقاليد على طول جبال الأنديز. لقد صمدت الكيشوا أمام اختبار الزمن ولا تزال على قيد الحياة، ويتحدث بها ما يقرب من 10 ملايين شخص في كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والأرجنتين وتشيلي. كانت الكيشوا هي اللغة الرئيسية لإمبراطورية الإنكا، اللي كانت واحدة من أكبر وأقوى الإمبراطوريات في أمريكا قبل وصول الأوروبيين. مع الاستعمار الإسباني ضعفت الكيشوا. من المعروف أن المبشرين الإسبان هم الذين بدأوا بهدف تبشير السكان الأصليين في نسخ الكيشوا باستخدام الأبجدية اللاتينية. كانت جهود النسخ والترميز المبكر هذه مهمة جدا للحفاظ على اللغة، لأنها سمحت بإنشاء نصوص مكتوبة باللغة الكيشوا، بما في ذلك القواعد والقواميس والنصوص الدينية. أحد أقدم النصوص المحفوظة في الكيشوا هو العقيدة المسيحية والتعليم المسيحي لتعليم الهنود، الذي نشر في عام الكاتدرائية، والذي يتضمن وصفا لقواعد اللغة الكيشوا وقاموس الكيشوا الإسباني. تم تدوين قواعد اللغة الكيتشوية ونشرها قبل 25 عاما من قواعد اللغة الإنجليزية خلال حكومة نائب الملك فرانسيسكو دي توليدو في عام 1579. تم إنشاء قاعدة للغة العامة للهنود في الجامعة الملكية والبابوية لمدينة ملوك ليما، وهي اليوم جامعة ناسيونال مايور دي سان ماركوس. كان أول أستاذ للغة الكيشوا هو الدكتور خوان دي بالبوا. أثبت نائب الملك أنه لا يمكن للطلاب الحصول على درجة البكالوريوس أو البكالوريا دون دراسة الكيشوا، لأنها مهمة للإدارة والتبشير. تم اتخاذ هذا الإجراء بعد تركيب أول مطبعة في بيرو. بالنسبة لنائب الملك، كان الشيء الوحيد الفعال في ذلك الوقت لتعليمهم العقيدة هو الحفاظ على رونا سيمي التي فرضها الإنكا. وللوصل إلى هذا الهدف طلب من الملك فيليب الثاني إنشاء كراسي الكيشوا في جامعة ليما والإذن بطباعة التعليم المسيحي بتلك اللغة. وضعت ثورة توباك أمارو في القرن 18 حدا لسياسة الحفاظ على الكيشوا وسلطات التاج. وبعد ذلك روجت الحكومات الجمهورية في الإكوادور أو بيرو للغة الإسبانية، وهي اللغة التي لا تزال سائدة حتى في مجتمعات الأنديز منذ القرن 20 على الكيشوا. والآن دعونا نتحدث عن خصوصيات لغة الأنديز هذه. على عكس الإسبانية أو الإنجليزية، تعتمد كويتشوا على نظام نحوي تراس، أي أنها تستخدم اللواحق والبادئات لتغيير معنى الكلمات. هذا يمكن أن يجعل الكلمات طويلة جدا ومعقدة. على سبيل المثال هواسي، والتي تعني المنزل. إذا قلنا هواسي وأضفنا واي أو يي أو واي، فسيكون ماي كاساي. هواسي كونا، وهذا هو إذا أضفنا لاحقة كونا سيكون ميس كاساس. هواسي كونا باك، وضعنا اللاحقة باك وستكون لمنازلي. كما أن لديها نظاما نحويا من 3 أشخاص، الأول والثاني والثالث، ولكنها لا تميز بين الجنسين. يتم التأكيد على الكلمات في الكيشوا على المقطع قبل الأخير. على سبيل المثال نينا، وهو ما يعني النار، واوا رضيع، ياكو الماء. بالمناسبة هناك العديد من الكلمات من أصل الكيشوا التي دخلت الإسبانية، وهنا عدد قليل. على سبيل المثال كانشا، والتي تعني في الأصل الزريبة، بامبا أو السهل الكبير، شاكرا البستان، هواسو وهو المتسابق التشيلي، ذرق الطائر، جوانو، ماتي، مينغا، مينغا هو العمل المجتمعي، بابا، شوكلو، اتسترا 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 إلى آخره. من المهم أن نلاحظ أن هناك قدرا كبيرا من التنوع داخل الكيشوا مع العديد من اللهجات المختلفة. بعض هذه المتغيرات مفهومة بشكل متبادل،
في حين أن البعض الآخر مختلف لدرجة أن المتحدثين باللهجات المختلفة للكيتشوا قد يجدون صعوبة في فهم بعضهم البعض. أما بالنسبة لكتابتها، على الرغم من أن الإنكا كان لديها نظام يعتمد على سلاسل معقودة تسمى خيبوس، فإن الكتابة الحديثة للكيتشوا تعتمد على الأبجدية اللاتينية مع بعض التعديلات لتمثيل الأصوات الخاصة بتلك اللغة. إن مستقبل الكيتشوا مثل العديد من لغات السكان الأصليين غير مؤكد، ولكنه ليس بالضرورة قاتما، على الرغم من أن عدد المتحدثين بلغة الكيتشوا قد انخفض بمرور الوقت بسبب عوامل مثل التحضر والعولمة وسياسات الاستيعاب الثقافي. فقد كان هناك أيضا عودة للاهتمام بلغة وثقافة الكيتشوا في السنوات الأخيرة، وتشمل هذه الجهود برامج التعليم الثنائي اللغة واستخدام لغة الكيتشوا في وسائط الإعلام، فضلا عن الترويج لأدب وموسيقى الكيتشوا. ففي بيرو على سبيل المثال، نفذت الحكومة برامج تعليمية ثنائية اللغة بالكيتشوا والإسبانية في بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية الناطقة بلغة الكيتشوا. في العصر الرقمي تكتسب الكيتشوا أيضا وجودا، هناك تطبيقات تعلم اللغة والقواميس عبر الإنترنت ومواقع الشبكات الاجتماعية المتاحة في الكيتشوا أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، ساعد الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية ولغاتها على إبراز أهمية الحفاظ على لغات مثل الكيتشوا على الصعيد الدولي. فقد اعترفت اليونسكو على سبيل المثال بالكيتشوا كتراث ثقافي غير مادي، مما شجع الجهود الرامية إلى الحفاظ عليه. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة أخرى على قناة برايم جروب الخاصة بنا. تذكر، إذا أعجبك المحتوى فلا تنسى الاشتراك وتنشيط الإشعارات للبقاء على اطلاع دائم بمقاطع الفيديو الخاصة بنا. أنا كونستانتينو دي ميغيل، وقبل أن أقول توبانانشيس كاما أو أراك قريبا في كيتشوا، أود أن أشكرك على وقتك واهتمامك. نراكم في الفيديو التالي.